السلام عليكم. طبعا لموضوع الأدوية وكذا حتكلم بإذن الله عن الموضوع، كما طلبتوه مني كثير متعلق بخسارة الوزن. المشدات لا تحرق الدهون، ما حتدخل البطن، لكن هي ما حتحرق الدهون، أوكي؟ بس لكن ما حتدخل البطن بطريقة صحية. المشد حيدخل صح العضلة على جوا البطن على جوا، لكن المشد اللي شاددها على جوا مو أنت اللي شاددها. فبعد ما تفسخ المشد بطنك، انت اشفط بطنك، لانه انت مستحيل تشفط بطنك وانت لابس المشد، حتى لو بتمشي لو بتعمل اي حاجه. بعد ما تفك المشد حترخب. المشدات هذه اللي تكون انه حزام حراري او زي كذا، هذا ما يحرق دهن، هذا يخليك تتعرق وتفقد سوائل لكن ما يحرق دهن. طبعا اخر صيحه طلعت، الله يكرمكم، الحذاء اللي هو من غير رياضه ومن غير حميه ومن غير وين تتحرك يحرق دهون في جسمك. الأجهزة منتشرة دحين في كل العيادات، ويجي يقولوا لك تعال حتنحف وحنقلل قياساتك وما أدري إيش حنسوي. أوكي، الأجهزة ممكن يكون لها مفعول، لكن مو في حرق الدهون، في تشكيل الجسم وتشكيل الدهون، أوكي، بس ما ينحفك. لما تجي تبغى تعمل هذه الأجهزة، أول حاجة يقولوا لك حمية ورياضة، يعني أنت في النهاية خسرت فلوس وبرضك حتعمل حمية ورياضة. هذا الساونا، الساونا ما ينحف ولا يحرق دهن، الساونا يعني يخليك يمكن تفقد سوائل برضو. يعني الأخطاء الشائعة الناس اللي تعمل رياضة وبعد كده تدخل ساونا. طب أنت في الرياضة already جسمك بالأوعية الدموية عندك بتتمدد، تدخل على درجة الحرارة هذه حتتمدد زيادة، وممكن يصير عندك هبوط وهبوط في الضغط ويغمى عليك. انتبهوا، أي شيء يحرق دهن غير الحمية والرياضة. والحمية ليس حرمان، الحمية احتماء من اللي يضر الجسم، دهون سكريات زيادة. جاتني تعليقات كثير، جربوا المشدات وجربوا كيف سوت لهم بعد ما يعني صارت بطنهم بارزة بزيادة. تعليق حبيته الصراحة، قال لي عادي أعمل عملية وهمية وأمشي نفس الدايت سوائل وزي كذا. الصراحة حبيت موضوع العملية الوهمية دي، فإنك أنت تقلل أكلك بما انك يعني اتوهمت انك تعمل عملية. ترى الوهم اشد من المرض الصراحة، مو نفس الحمية طبعا. ليش؟ لانه هم ياخذوا سوائل في البداية عشان نبدأ نهيئ المعدة انه هي تستقبل الطعام. انت معدتك الحمد لله مهيئة. رام وبرضو في تويتر حتلاقوا كيف تقلل اكلك وكيف الطريقة والنصايح موجودة، حتلاقوها. نفس الشيء الاجهزة المنتشرة كتير في العيادات وزي كذا، هذه الاجهزة ممكن تشكل الجسم اوكي، لكن ما تنحف ولا تحرق دهن. عالج يعني مكان موضعي، يعني دهن بسيط، يعني ما تشيل الدهن المخزن في الجسم ولا تنحف. الإبر الموجودة في العيادات، هذه إبر اللي هي إبر إذابة الدهن ومدري إيش، هذه كلها ما تنحف ولا حتذوب الدهن إذا أنت ما عملت رياضة وحمية. فإنه هذه الأشياء كلها ما حتغير لك سلوكك، يعني لو أنه أنت عملت وعملت هذا كله سلوكك زي ما هو ما تغير. عملت حمية ورياضة بشكل مؤقت وما استمريت، غيرت سلوكك غيرت نمط حياتك بشكل مستمر، برضو حيرجع كأنك أبو زيد ما نوزن كل شوية. الوزن الصحي صحيح ناخده في الصباح أول ما نصحى من النوم، الله يكرمكم، بعد ما ندخل الحمام، ومرة في الأسبوع مو كل يوم. العرق ليس مؤشر ابدا انه انت حرقت دهن. العرق هذا الجسم عشان يوازن درجه الحراره يفرز العرق. بغض النظر عن يزيد الوزن، ممكن ما يزيد الوزن، لكن احنا هنا نحتاج نوع الاكل عشان ما يصير عندنا نقص في العناصر الغذائيه وما يزيد الدهون والكوليسترول. حتى اللي يبغى يزيد وزنه أقول تناول، زيد وزنك بطريقة صحية، مو تاكل دهون وسكريات، هذه كلها هتأثر على صحة جسمك. في تعليق يقول لي ليه ما قلتي من أمس على موضوع الساونا، لأنه اليوم عمل رياضة ودخل ساونا وحس بهبوط وتعب شديد. لا تعيدها.